السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، وياكم رفيف حسن علي من كورس كانفا المجاني. اليوم راح نقدم درس جديد وهو كيف احنا نصمم الجداول. تمام، فأول شيء راح نفتح صفحة، ممكن نروح على العروض التقديمية أو نروح على أي مكان، مثلا مع الخلفيات، لا نختار أريد إنه A4 يكون A4، مو مشكلة. طيب ممكن إنه نختار من البرزنتيشن، نختار هذا لأن أنا أريد الصفحة تكون بالعرض مو بالطول، حتى يكون رسمنا يكون واضح أكثر، حتى تكون الرسم الجدول واضح. طيب أنا حختار طيب الآن احنا نفتح عندنا قالب فارغ، ونروح هسه نفتح الزائد، نختار العناصر، اكو الجداول، هذه الجداول، نفتح العرض. هنا نعطيكم عدة نماذج وانتم تختارون النماذج اللي تحبوها، مثلا انا اختاريت هذا النموذج. تمام، هذا النموذج راح اول مرة اعلمكم كيف احنا راح نستفيد منه وكيف يعمل هذا النموذج. أول شيء إحنا إذا أريد نكبر من هذني هذا الزائد للتحريك مثل ما نعرف، وهذه الدوائر اللي بالجانب هي للتصغير والتكبير. تمام، عندنا هذني اللي هي الأسفل والأعلى. أوكي، عندنا راح نجي كيف نستخدم هذني يسموها صفوف أو خلايا cells. تمام، وهذني كلها خلايا، لكن هذا واحد كله يسموه عمود column. زين، فإحنا الآن مثلا أنا عندي هذا اللون، كيف أنا أقدر أغير هذا اللون؟ مجرد أنه أضغط عليه وأغير، أختار أي لون أنا أريده وراح يتغير اللون. ثواني نرجع مرة أخرى للون، هذا لون التعبئة. اوكي، نتغير اللون. طيب في اشياء كثيرة احنا ممكن نستفاد منها، حنضغط على هذا، تشوفون هذا النقاط الثلاثة اللي فوق وهذه النقاط الثلاثة اللي في الجانب، شنو فائدتها، شلون نستفاد منها؟ النقاط الثلاثة الفوق انه احنا نقدر، يعني مجرد انه اني اضغط هنا، عفوا اضغط على النقاط الثلاثة، هو حيكون لي عمود، حياخذ لي هذا العمود الاول. تمام، شوف شلون اشر باللون البنفسجي وراح يفتح لي هذا التول بار، شنو اني استخدم من عند هذا التول بار؟ دمج الخلايا، انه اني هذين الخلايا او السيلز او الصفوف اني احدمجها بحيث هذا الخط الاسود ما راح يبين. لما اقول له دمج خلايا، شوف ايش سوالي، دمج الخلايا كلها فصارت خلية واحدة. تمام، ارجع اضغط مرة ثانية، اريد ازيل دمج الخلية، ارجع يرجعني مثل ما كنت اول مرة. طيب حذف عمود واحد، انا مأشر على عمود انه انا هحذف فقط عمود واحد، فحينذف حذف كانت ثلاث عواميد صارا عموديا. اوكي تمام، شنو عندنا؟ نلاحظ انه هذه اللي بالجانب، النقاط اللي بالجانب نفس الشيء، انه ندمج الخلايا اللي قبلها، هذه النقاط اللي فوق تدمج العمود، خلايا العمود، لكن هنا اللي بالجانب اللي هي تدمج خلايا الصفوف هذين. يعني انا لما اضغط دمج، شوفوا اندمجت، راح نغير اللون حتى يبين واضح اكثر، شوفوا شلون اندمجت الخلايا صار بهذا الشكل. طيب شنو عندنا بعد؟ طيب ممكن اني اضيف عمود، يعني اني هسه لما اشرت على هذه الخلية، تمام، انه اني راح اضيف خلية او اضيف صف، فلما اقول اضيف صف راح يضيف لي مثل هذا الصف. طيب إذا أريد أضيف عمود
أأشر هنا وأشر على هذين النقاط وأقول له أضف عموديا مثلا، صار أدي بهذا الشكل. أوكي، يعني ضافا عموديا إضافي غير العموديا اللي أني كنت مصممتها. طيب شنو عندنا بعد إنه إحنا ممكن نستخدم؟ هذا قلنا اللي هو حذف عمود، تمام، صار بهذا الشكل. وإحنا ممكن طبعا نقدر إنه نغير بالاتجاهات، نغير بالاتجاهات وبهذا الشكل، تمام. ممكن إحنا هنا نضيف عمود، فأنا أريد أضيف عمود هنا، فأأشر هنا أقول له أريد هنا حذف أضافة عموديا، فكل ما أقول له أضف أضف هو حيضيف لي هذه العواميد. وأبدي أني اللي يعني حسب ما عندي اللي مثلا أرد أرتبها بالأفكار اللي أريدها. طيب خلي نحذف من العواميد، خلي أحذف هذا العمود. طبعا هذه هنا حيحذف عموديا لأنه هو أصلا مؤشر على 2، فحيحذفهن سوية، فحيبقى عندي بهذا الشكل. ممكن إنه أني هذا الصف أريد أحذفه، فيأشر عليه وأقول له حذف صف واحد. أوكي، هذه هي الخيارات اللي موجودة في الجداول. ممكن إنه أني أي جدول أقدر أستخدمه في مشروعي، أقدر أصمم أي جدول أريده. ممكن أني أغير الألوان، يعني مثلا أخلي مثلا هذا اللون، تمام، ممكن أخلي هذا اللون، أخلي هذا اللون، يعني حسب الأفكار أني اللي عندي الموجود عندي، تمام. فهي هاي الصورة اللي هي بالعروض، القالب اللي بالعروض. شوف أني أقدر أتحكم بيه بالطول، بالارتفاع، بالعرض، فكله ممكن أني أقدر أتحكم بيه. طيب شنو اللي أني صممته حتى نبين شنو الأشياء أكثر راح نستفاد من عندها؟ هذا الجدول أني صممته جدول يخص مثلا المدرسة، فحبيت أن أصممه بهذا الشكل، تمام. هعلمكم شوي بالبداية كيف صممته، لأن أخذ عندي وقت أنه كيف أنه أني رتبت هذه العواميد، وكيف يعني كلها ترتيب يدوي، طبعا رتبتها بشكل يدوي. طيب راح نختار صفحة جديدة، راح نروح على العناصر، نختار هذا الجدول، هذا النموذج، تمام، ونبدي نشوف احنا شقد نحتاج. مثلا احنا عندنا الجدول الأسبوعي هو الأسبوع كامل، تمام، يبدي من السبت إلى الأحد، فنحتاج إنه احنا كم مادة. أنا سويت أعتقد إنه 6 مواد، اختاريت 6 مواد. ناخذ كل الورقة حتى يكفي، تمام. ناخذ هاي الفئة هنا، هاي حيكون الأيام، أوكي، أيام الأسبوع. راح نزيد عدد الصفوف والأعمدة، حختار هذا الجانبي حتى أزيد عدد الصفوف، فأقول له أضيف صف. إحنا أنا عندي 3 4، أعتقد أضيف بعد. طيب هذا الشكل إنه أنا أحسب مثلا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، الخميس. أوكي، من هنا شوي أكبر. أوكي، هسا أنا سويت عدد الأيام، الآن حسوي الدروس. الدروس أنا عندي 6 دروس، فلازم إنه أنا أسوي 6 عواميد. مثلا هذا العمود، هذا كبير، هذا الشكل، تمام. أبدي أسوي مثلا العمود الأول، يعني تقريبا أنا سويته بهذا الشكل، العمود الأول. فإحنا شو نسوي هسه؟ راح نختار لهذا العمود وحنسوي له إضافة، عفوا، فأضيف عمود. شوفوا حتكون كلها
كم عمود أنه أنا أحتاج؟ ما أحتاج هواية، أحتاج 6 عواميد. أحتاج إلى 6 عواميد، راح أوقف هنا وراح أجي أعدل شوية، تمام، حتى أعطي مجال إنه أنا كيف مثلا بهذا الشكل. تقريبا يعني عندي مثلا 6 مواد، 1 2 3 4 5 6، عندي الأيام. فالآن أني كملت، أوكي، فأبجي مثلا أني راح أسوي هذا الخلايا كلها أدمجها، فأختار هذا العمود، إنه أختار أضغط هنا وأختار الصفوف، تمام، حتى أدمج، أقول له دمج خلايا، يعني أريد أكتب هنا، وبعدين أغير اللون، أخليه مثلا، إحنا أنا اختاريت اللون مثلا أو اللون الوردي، أوكي. عندي هنا أنا عديت اللي هي الأيام، نبدي من السبت للخميس، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس. فأبدي أنا مثلا إذا أحب ألون هذني الخلايا، كل لون مثلا أنطيه لون، كل خليه أنطيها لون، مثلا هذا اللون، هذا اللون، وهكذا يعني حسب الألوان اللي أني أشوفها مناسبة وحلوة، تمام. كملت وأبدي أرسم، العفو، أبدي الآن هسه النصوص، أخلي النصوص مثلا أجيب هنا أختار هذا النص، كتبت هنا جدول الأسبوع المدرسي، خليته بشكل واضح. بعدين أروح على العناوين للدروس، مثلا أكتب السبت، تمام، أرجع أخلي هنا مثلا أكبر، أروح على الحجم الخط وأبدي أكبر بحجم الخط، بهذا الشكل، أوكي. وأبدي أخلي أسوي له كوبي، أبدي هنا أكتب وأبدي هنا أكتب، وهنا وهنا، ممكن إنه إحنا بعدين نضيف، خل أراوي لكم شيء، يعني هذا السبت اللي بعده حيكون نمسحه، هذا حيكون الأحد، تمام، هنا حيكون الاثنين، هنا حيكون الثلاثاء، تمام، وهنا حيكون كملنا كل الأيام. في حال إذا شفنا أحد الـ الأيام مثلا مو غير مكان الصحيح، فإن نستخدم هاي وش أو الدفع، هي ما أعرف شنو اسمها بالإنجليزي، مكاتبين بالعربي تطلع لي هذه، تمام. عندي مثلا الأربعاء، أو نشوف يعني أي كلمة تحتاج إنه ترتيب. طيب ممكن إحنا نكبر شوية بكلمة الأحد، تطلع بهذا الشكل حتى تكون أدنى واضحة، تمام. ممكن إحنا أيضا إحنا خلصنا الجدول، خلينا نروح على العناصر، أقول له مثلا سكول، فحيظهر لي هذني النماذج، أقول له مال تصميم جرافيك، فأنا أختار طبعا المجاني، أوكي. ممكن أنه أنا أختار مثلا هذه، فسويت فكرة حلوة، هذه حسويها خلفية بهذا الشكل، رجعتها للخلف إلى المؤخرة، وشنو سويت؟ سويت شفافية، شوفوا هذه الشفافية، بحيث من لما نطلع احنا الجدول حيكون هذا اللون بشكل جميل، يكون شوية مخفي ما يأثر على الكتابة، تمام. ممكن ايضا نضيف عدة اشياء، نشوفها مثلا تكون مجانية، مثلا هذه السيارة،
حلوة مثلا نخليه بهذا الشكل، هنا مثلا شنو عندنا مثلا، عندنا هذا هنخليه هنا إلى الجانب، نصغر شوي السيارة نفس هذا، حنسوي له كوبي راح نجيبه هنا، حنسوي له انعكاس. شوفوا هذا الانعكاس، الانعكاس عموديا، راح نجرب حتى يطلع الانعكاس اللي احنا نريده بهذا الشكل. وممكن انه احنا نغير الالوان، ممكن نضيف اشياء اخرى، ممكن نضيف هذه الورود هنا مثلا نضيفها، تمام. ممكن هاي تتغير الوانها، مثلا تسوون هاي الوان حتى اذا ما شفتوها واضحة، مثلا تغيرون هذا اللون، تختارون مثلا الوان الفاتحة. اوكي، فانتو بعد اختياركم، انا سويت لكم هذا النموذج، وانتو ممكن تعتمدون اي نموذج واي عمل يخصكم من خلال تصميم هذا الجدول بهذا الشكل. شكرا جزيلا، كانت معكم رفيف حسن.